السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي يدور في هذه الأيام حول سلسلة من الحقوق التي بين الفطرة وبين الشريعة ولعلكم تذكرون في اللقاء السابق كان حديثي حول حق الوالدين ونهايته التي انتهت ب يعني نهاية وقت البرنامج ولم تكتمل القصة ما يتعلق بقصة جرير العابد مع والدته، تعرفون بان دار حديثنا في اللقاء السابق حول حق الوالدين وكيف ان الله جل وعلا اوجب على الاولاد طاعه والديهم وبر والديهم، كذلك نصوص السنه والفطره السليمه كما تحدثت يعني في هذا الامر. وقفنا عند موضوع قصه جرير العابد، جرير العابد هذا الرجل أو جريج عفوا جريج العابد هو من ممن كان قبلنا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جريج العابد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام كانت له أم وكان في صلاة فكان يصلي وتناديه أمه وهو في صراع بين الاستجابة لوالدته أو الاستمرار في الصلاة فكان يفضل الاستمراريه في الصلاه فدعت عليه امه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وجوه المومسات، لاحظ حتى دعوتها لم تكن بتلك القسوه يعني مثلا حتى يزني او يقع قالت حتى تريه وجوه المومسات وفعلا كانت هناك بغي من بغايا بني اسرائيل وقالت للناس انا لا احد يستطيع ان يصمد امامي، افتن الجميع. فقالوا نعم صحيح لكن واحد لا تستطيعين له. فقالت من هو؟ قالوا جريج العابد. فقالت دلوني على صومعته، وفعلا ذهبت الى صومعه جريج العابد وحاولت اغواءه واغراءه وبذلت كل حيله شيطانيه وكل وسيله ابليسيه فما استطاعت اليه سبيلا. فذهبت إلى راعي غنم ووقعت عليها ووقع عليها فحملت ثم انتشر خبرها وولدت فجيء بها فقالوا لها من أين أنت لست بذات زوج فقالت أبو هذا الغلام جريج والد هذا الغلام هو جريج العابد فجيء إلى جريج وهدمت صومعته وسحب مع رجله فكأن الناس يعني يريدون مثل هذا الأمر كأنهم يعني ما فرحوا بأن جريج يقع في مثل هذا فبادروا إلى هدم صومعته وإلى إيذائه وضربه فلما وقف بين يدي الحاكم أو القاضي ما يدري ما هو ما يدري ما هو السبب فسأل يعني ما وراءه قالوا أنت تزني زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الولد فقال أين الولد فجيء به فطعن باصبعه في خاصره الولد، فقال من ابوك؟ فقال ابي الراعي فانطقه الله عز وجل، ولذلك هذا الطفل احد الاربعه الذين انطقهم الله عز وجل في المهد، او الثلاثه الذين انطقهم الله عز وجل في المهد، فضج الناس وكبروا ثم حملوه وقالوا نبني صومعتك ذهبا وفضه، لبن ذهب قال لا 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 أعيدوها كما كانت والمقصود اخواني واخواتي ان الانسان حتى لو كان في عباده نافله وطلبت الوالده او الوالد منه شيء يقطعها عندنا قاعده شرعيه فقهيه وهي ان يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه اي عباده نفل ما عدا الحج والعمره اي عباده نفل صلاه صيام صدقه مثلا يجوز لك ان تقطعها بعد الشروع فيها الا الحج والعمره لان الله تعالى قال: واتم الحج والعمره لله. وعليه اخذ الفقهاء يعني حكما مثلا اذا ناداك ابوك وانت في صلاه الليل او مثلا في سنه من السنن تستجيب لوالدك ولو بقطع الصلاه، تستجيب لوالدتك ولو بقطع الصلاه. وهذا يدلنا على عظيم حق الوالدين. ولذلك استكمالا للحديث السابق الخص ما يتعلق بحق الوالدين بالتالي. أولًا وجوب طاعتهما، طاعة الوالدين في طاعة الله عز وجل، ولذلك من البر أن تطيع والديك، ولو منعاك أمرًا ترى أن لك فيه مصلحة. ولو منعاك أمرًا ترى أن لك فيه منفعة ومصلحة، لأنهما أكثر نضوجًا منك وأكثر درايةً منك وأكثر نصحًا لك، فقد تغيب عنك أشياء. وهما قد أحاط بمثل هذه الاشياء بسبب مثلا يعني بسبب طول العمر سبب كثره التجارب بسبب يعني اختلاطهم بالناس ومعرفتهم لكثير من الاشياء والمقصود انك تطيع الوالدين في طاعه الله عز وجل الامر الثاني اذا امرك بمعصيه فانه لا يجوز لك بحال ان تطيعهما تطيعهما في هذه المعصية وعندما لا تطيعهما في هذه المعصية لا يجوز لك أن ترفض بقية الطاعة بمعنى أنك أمراك بمعصية تشرك بالله تكفر بالله تشرب الخمر تشرب الدخان تشرب كذا تأكل كذا هذا لا يجوز لأنه حق الله عز وجل لكن هذا ما يعني بأنك تخلع مثل ما يقولون يد الطاعة من الوالدين وترفض كل ما يأمران به من خير ومن صلاح لاحظ ولذلك قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الإنفاق عليهم الإنفاق عليهم فالإنفاق عليهما واجب إذا كان محتاجين كان فقيرين كان غارمين مثلا فالواجب عليك أن تنفق عليهم أما إذا كان غنيين موسرين فإن هذا من قبيل الاستحباب والسنية أنك دائم تنفق عليهما باستمرار فالمقصود بأن نفقة الوالدين عليك واجب عليك واجبة ولذلك تأمل هذا ولو أراد الوالد أو الوالد يأخذان من مالك شيء فلا تمنعهما بشرط أن لا يجحفا برأس المال يعني لا يصل الأمر إلى أن يجحفان برأس المال أو يأخذان منك ويعطيان ويعطيانه لأخيك مثلا، هذا ممنوع شرعا. هذا ممنوع شرعا. أما إذا كان يحتاجان فهذا هو الواجب، ولذلك أنا أنصح كثير من ممن يتابعني بأنه يُجعل أشبه براتب شهري للوالدين، هذا أفضل شيء، بمعنى أن لا تجعل والدك ووالدتك يحتاجان إلى أن يسألانك. لا تجعل والدك أو والدتك يصابان بحاله من الخجل عندما يسالانك لا بل بادر انت الى ذلك ولذلك افضل شيء ان يكون لك يعني طريقه معينه بحيث تحفظ للوالدين ماء وجهيهما وتحفظ لهما قدرهما ولا تجعلهما يصلان الى درجه التذلل لك في قضيه إن إنهم يطلبان منك شيء. تنبه لهذا. بارك الله فيك وبارك الله فيك. هذا هو الواجب الذي ينبغي بل يجب على الأولاد تجاه تجاه والديهم. أمر آخر ما يتعلق بقضية إدخال السرور عليهم. مهم جدا وهذا حق من حقوقهما. أنك دائما تدخل السرور على والديك وأن تحرص أن تقطع كل ما يعكر صفوة. وحياه الوالدين وانا نبهت حقيقه في لقاء سابق من خلال ضرب بعض الامثله ان بعض الاولاد ما يلتفت الى مثل هذا الامر فتجده للاسف الشديد ياتي بالاخبار المحزنه ياتي بمشاكله مع اخوانه واخواته ياتي بمشاكله مع زوجته وخاصه اذا كان الوالد او الوالده في سن متاخره يحتاجان الى الراحه يحتاجان الى الـ 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 الاستقرار يحتاجان الى يعني يعيشان بقية حياتهما عيشة فيها نوع من السعادة أما تأكير الجو بمثل هذه الأخبار فلا وللأسف بعض الأولاد قد يمرض ويذهب يخبر والدته أو يخبر والده وربما يبقيان يسهران الليل يبكيان ويتألمان ما في داعي يعني أحيانا بعض الأمراض أمراض بسيطة وتذهب ما في داعي أنك تخبر والديك لأن خاصة الإنسان الذي يعلم بأن الوالد او الوالده يهتمان اهتمام فيه مبالغه وهذا موجود عند كثير من الاباء في مبالغه يقلقان ها فما في داعي وبالعكس بل يعني تحرص على طمانه الوالدين على صحتك دائما دائما ولا ولا تظهر لهم خاصه اذا مريت بمرحله وبازمه احرص يعني احرص على انك تستكتم احزانك وفضفضها لزوجتك فضفضها لاخوك فضفضها لأختك فضفضها لصديقك لجارك لكن والدين أبقهما في هذه الحالة من الفرح يريانك وأنت سعيد وأنت كذا دائما المشاكل هذه ما من مشكلة وهذه قاعدة سبحان الله العظيم المشاكل دائما تبدأ كبيرة أي مصيبة أي مشكلة تبدأ كبيرة ثم تبدأ في الصغور ولا لا تصغر يعني تصغر وتضمحل وتذهب وقد تبقى لكن لكن في بدايتها صدمة كبيرة ثم تصغر وحتى تصبح لا شيء فما في داعي أنك تقحم والديك في مشاكل تنتهي في مشاكل تنتهي الواجب عليك أن تفرح والديك وأن تدخل عليهم السرور أيضا قضية يعني محاولة السعي للوصول إلى الأشياء التي يرضيان عليك فيهما يعني مثلا بينك وبين أحد أشقائك مشكلة وهما يعني قلقان ويدعوانك إلى إنهاء المشكلة وإغلاق هذا الملف وحرص على مد جسور التواصل أسعدهما أسعدهما فإنك لن تحصل إلا الخير الخير في أنك أصلحت ما بينك وبين أخوك أو أختك ها أصلحت وحمد هذه نعمة وأفرحت والديك لك أن تتخيل السعادة الغامرة عندهما حينما يريانك انت واخوانك او اخواتك في احسن حال. لاحظ ايضا ما الذي يحبان وما الذي يريدان فاحرص بارك الله فيك على ان تحقق هذا الامر. عموما اخواني واخواتي حق الوالدين عظيم ولا يستوفي لا حلقه ولا حلقتين ولا ثلاثه، لكن انا حرصت دائما من خلال هذه السلسله أن انزل الى الواقع من خلال ضرب بعض الامثله العمليه التي نحتاج حقيقه لها في تعاملنا مع الوالدين. في المقابل ايضا للاولاد حق على الوالدين كما ان للوالدين حق كذلك للاولاد حق لكن لا يمكن بحال ان يكون هناك موازاه بين حق الوالدين وحق الاولاد، حق الوالدين عظيم حق الوالدين ياتي بعد حق الله عز وجل لكن حق الاولاد ايضا حق عظيم وسبحان الله العظيم اللي يتامل في نصوص القران يجد دائما وصيه الاولاد بوالديه تتفقون معي دائما يعني الغالبية توصية الأولاد بالوالدين لكن قليل تأتي توصية الوالدين بالأولاد يعني آية أو آية. لماذا؟ لأن الوالد الأب أو الأم لا يحتاجان إلى وصية في رعاية الأولاد والحفاظ عليهم سبحان الله وهذه هذا وازع طبعي هذا وازع فطري فطر الله عز وجل الوالدين على محبة الأولاد وعلى حماية الأولاد وعلى بذل كل ما من شأنه أن يبقي الأولاد في حالة أمان وأمن وصحة وعافية صح ولا لا هذا هو الواقع هذا هو الواقع ولذلك الأب يجوع لي ليشبع ابنه ويعطش لي ليرتوي ابنه ويعني يصبح عاريا ما عنده مشكلة ليلبس ابنه ويحزن ليفرح ابنه ويبكي ليضحك ابنه هذا هذا الواقع هذا الواقع ولذلك تجد الوالد او الوالد عموما الاب او الام في حاله استنفار مع الوالد خاصه في المراحل السنيه الاولى المراحل السنيه الاولى فحق الاولاد حق سبحان الله العظيم تغلب فيه الفطره اكثر من الجانب الاخر صحيح جاءت الشريعه فجعلت وصت الوالدين بالاولاد بانقاذهم من النار، لماذا؟ لان غالب رعايه الوالدين تقريبا استطيع التعبير عنها جسمانيه او جثمانيه او بدنيه او شكليه، يعني في الغالب هم هم الوالد والوالده يفرحان اذا شافوا ما شاء الله الولد مربرب مثلا، ما شاء الله صحته طيبه والبنت مربربه ها؟ صحتهم طيبه يقول الحمد لله ادينا حق لكن الله عز وجل أراد أن ينبههم إلى حق آخر حق الروح حق القلب يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يعني بمعنى هذه الرعاية الجسدية الجثمانية طيب هذا طيب حق فطري أصلا هي شيء مركوز في فطرة الأب والأب أسعد لحظة أن يشوف ابنه في صحة وعافية ويشوف ابنه يلبس لباس طيب شوف ابنه ما شاء الله يأكل أكل طيب هذا 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 امر فطري لكن الذي قد يغيب عن الوالدين هي مساله الجانب الروحي تربيه الروح كما انك ربيت البدن ها ربي الروح وذلك بامرهم بالايمان بالصلاه بالزكاه بالصيام بالحج بكذا وكذا عندما يبلغان او يكونان في مرحله جاء الشرع بالتنبيه على انه يجب عليهما ان يصليا في هذه الحاله هذا هو المقصود يا اخواني واخواتي في من خلال فلسفة هذه الحقوق وهو أن قلة النصوص قلة عدد النصوص الآمرة الآمرة للوالدين برعاية الأولاد تشير إلى أن هذا أمر فطري بخلاف رعاية الأولاد لوالديهم فإن الجانب فيه نوع من نوع من تقريبا الجفاف مع الأولاد مع الوالدين لانشغالهم لكذا فهنا تاتي ياتي التنبيه الى رعايه الوالدين ولذلك تضافرت واتحدت نصوص القران والسنه على التاكيد على حق الوالدين بالنسبه لحق الاولاد اخواني واخواتي عظيم جدا ولذلك ربنا جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر الوالد راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته أو الأب راع في بيته وهو مسؤول عن عن رعيته آه ليتأمل حقيقة في نصوص الشريعة يجد بأن قضية رعاية الأطفال والأولاد حقيقة يعني آه 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 جاءت بالتنبيه إلى قبل اقتران الأب الزوج بالزوجة لاحظ الآن مثلاً من حق الولد على والده ان يختار له ام طيبه صالحه ومن حق الولد على امه ان تختار له ابا صالحا ابا طيبا ولاحظ النصوص كيف جاءت يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض يعني اذا جاءكم هذا الخطاب لمن؟ للبنت وأولياءها جاءكم زوج مرضي الدين والخلق زوجوه اذا ما فعلتم فان هذا سيتسبب في فساد عريض في المقابل يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروى تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فاظفر بذات الدين تربت يداك ولذلك ذات الدين يجب ان تكون في سلم اهتماماتك ايها الزوج حينما تختار الزوجه التي ستنجب من ورائها الاطفال. اذا اختيار ذات الدين ذات الدين الله اكبر وهذا كله يعود بالنفع الى هذه الثمره، ثمره اللقاء بين الزوجين هي الذريه. فالولد هذا هو ثمره هذا اللقاء ولذلك اذا عاش بين كنفي والدين صالحين طيبين بالمجزوم بانه سيتاثر بهذه بهذين الوالدين وسيعيش عيشه هنيه وحياه رضية و آه يمشي في طريق امن بحول الله عز وجل انه طريق اهل اياك نعبد واياك نستعين. اخواني واخواتي ايضا المساله لم تقف عند هذا الحد ولذلك من حقوق الاولاد انك تحرص دائما على ان تحصنهم بذكر الله عز وجل. تحصنهم بذكر الله حتى في احرج المواقف. العلاقه الحميميه بين الزوجين ما يسمى بعلاقه الفراش. هذه يجب عليك ان لا تغفل عن ذكر الله لان هناك عدو لك رابض يريد ان ينتهز اي فرصه للانقضاض على هذه النطفه وتلويثها وتلطيخها ومسها بشيء من الشر. نسال الله السلام والعافيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا وقال لا يمنع أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأيضا المرأة تقول هذا الكلام بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والمعنى أن حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب من هذه النطفة التي ثمرت هذا اللقاء كذلك ذكر الله عز وجل يتواصل في قضية نزول هذا الولد إلى هذه الدنيا فإذا نزل الولد إلى هذه الدنيا انتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن رحلة إلى رحلة جديدة ينبغي أن يكون أول ما يقرأ سمعه ذكر الله عز وجل وروي في حديث سناده محتمل للتحسين سناده محتمل للتحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتأذين في أذن المولود الأذان وليس الإقامة الإقامة الحديث لا يصح ويعني لا يقوى على الارتقاء إلى درجة الحسن. اما الاذان فلا ولذلك جمع من اهل العلم من من ذوي التحقيق والنظر صح حسن اسناده وهو الاذان في الاذن اليمنى للمولود. لماذا؟ حتى يقرع اول ما يقرع سمعه ذكر الله وذكر الله مطرده للشيطان. ذكر الله شيء عظيم جدا تحصين لهذا المولود بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فتؤذن اذان خفيف، لا ترفع الصوت لان الطفل لا يحتمل، وانما تؤذن اذان خفيف حتى يقرأ اول ما يقرأ سمع الطفل ذكر الله، هذا التكبير وهذه الشهاده وهذا التعظيم وهذا التقديس لله جل وعلا وتقدس. امر اخر هناك حقوق للطفل مثل قضيه تحنيكه، والتحنيك هو اخذ تمره وتليينها او عسل ودلك موضع الاسنان، وهذا فيه فوائد كثيره. فوائد صحيه وفوائد معنويه، يذكرون وانا قرأت هذا بأن الطفل لما يولد تكون نسبه الجلوكوز في الدم منخفضه، فلما يأتي مثل هذا هذه السكريات او هذا مثل التمره اللي هي من اعظم الاغذيه، الغذاء عظيم يعني كذلك العسل فلما يستطعم الطفل فإن هذا يرفع نسبه السكر او الجلوكوز في الدم وتعرفون انخفاض نسبه السكر قد يؤثر على يعني وظائف كثيرة في بدن الإنسان. عموما الجانب المعنى بأن هذا سبحان الله العظيم يخرج الطفل فصيحا وأيضا يخرجه متحدثا متكلما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص الصحابة على أن يأتوا بمواليدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم فيلوك في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام ويختلط طريقه الشريف بهذه التمرة ثم يدعك بها موضع الأسنان من من الطفل وهذا شيء حقيقة مهم جدا وصحيح من قول أهل العلم أن هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من كل أحد يعني مثلا جدة جد الولد يحنك أبوه مثلا أو حتى لو ذهبتم به إلى رجل صالح لكن لا تعتقدون بأنه والله بأنه سيكون يعني محل بركة لا، وإنما لتليين أو تليين التمرة لدعك محل الأسنان، هذا يسمى التحنيك، تحنيك لأنه يدخل منطقة الحنك وهي منابت الأسنان. أمر آخر ما يتعلق بحلق شعر الولادة، وهذا سنة. حلق شعر الولادة وهو سنة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك وأمر إحدى بناتي أن تحلق رأس ابنها وأن تتصدق بوزنه فضة وهذا يسمى شعر الولادة كذلك العقيقة هذا حق للمولود على والده ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه العقيقة ذبيحة مثل الأضحية يعني نفس مواصفات الأضحية من حيث الشروط حيث السن المعتبر طبعا من حيث عدم العيوب مثلا تذبح يوم السابع هذا أفضل يوم فإن لم يمكن يوم 14 فإن لم يمكن يوم 21 ثم تذهب السنية يعني الأفضلية يبقى سنة آآ آآ للمولود على والده وإن يعني بلغ بعض العلماء يقول حده إلى البلوغ وبعض العلماء قالوا حتى ولو بلغ يبقى حق للمولود على على والده ايضا اخواني واخواتي ما يتعلق بالتسميه هذه مساله مهمه جدا فحق المولود على ابيه ان يختار له اسما طيبا كما اختار له اما صالحه طيبه يختار له اسم طيب لان للاسماء تاثير في المسميات والشخص يعرف باسمه وينطبع صوره الشخص دائما من خلال اسمه فاذا ذكر اسمه انطبعت هذه الصوره وتشكلت امام الانسان والاسماء لها تاثير سبحان الله في المسميات في المسميات ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام غير جمله من الاسماء غير الاسماء التي فيها تزكيه مثل بره ومثل كذا غيرها فيها تزكيه غير الاسماء التي فيها صعوبه فيها صعوبه غيرها الى الاسماء التي فيها سهوله غير الاسماء القبيحه غير الاسماء المعبده لغير الله وكان يقول عليه الصلاه والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها همام والحارث وروي عنه بإسناد ضعيف أنه قال خير الأسماء ما عبد وحمد وهذا ضعيف الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي أيضا بأسماء الأنبياء سمى ابنه إبراهيم وأظن أبو موسى الأشعري لما جاءه ابن وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه سماه يسمى إبراهيم ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسمية أيضا بأسماء الأنبياء. فالإنسان يسمي بالأسماء المعبدة عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القادر، عبد العزيز، مثلا القوي ها هذه كلها أسماء معبدة لله عز وجل أو الأسماء أسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأيضا يعقوب، داوود، سليمان وصالح وأيضا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام وصلى الله على جميع الأنبياء هذه أسماء طيبة كذلك الفتيات البنات أيضا يسميهم بأسماء معروفة ومعلومة بدل هذه الأسماء الرخوة أسماء المستوردة لا أسماء من بيئتنا ومن مجتمعاتنا ومن أيضا رموز, رموز تاريخنا دائما الناس تعتز بتاريخها تعتز برموز تاريخها التسمية بأسماء هؤلاء الأماجد الأماثل الذين يمثلون كواكب مضية ودراري مضية في هذا العالم ها التسمية فيهم طيب ولذلك من حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الصالح ويبتعد عن كل اسم ممكن أن يسبب ويشكل أذية لهذا الولد كثير من الأولاد متأذي جدا من اسمه لماذا؟ لأن هذا الاسم قبيح او اسم غريب فاصبح الاولاد يتندرون ويستهزئون ويسخرون في المدارس او في الشوارع حتى اصيب الولد بعقد وليس عقده واحده بجمله عقد وليس عقده واحده بجمله يمر بازمات اصبح هذا الاسم عار عليه ولذلك للاسف الشديد اتعجب والله انا من كثير من الناس حينما يلجؤون الى اسماء كأن ما في الدنيا إلا هذا الاسم أبدا ما كأن ما في الدنيا إلا هذا الاسم اسم قبيح أو اسم في صعوبة أو اسم في حزونة فما كأن الأسماء انتهت وخلصت إلا هذا الاسم سبحان الله العظيم هذا حق للولد على أبيه أن يسميه الاسم الطيب أجمل شيء أسماء المعبدة أجمل شيء أسماء الأنبياء عليه الصلاه والسلام اجمل شيء ايضا اسمه رموز اهل الاسلام خالد خالد بن الوليد عمرو عمرو بن العاص معاويه بن ابي سفيان الحسن بن علي الحسين العباس جعفر ها آه انس عمالقه من عمالقه الاسلام مصعب بن عمير آه حذيفه ها وهكذا الأسماء العظيمة لا أريد أن أن أستطرد في الأسماء كثيرة جدا الأسماء الصحابة أسماء التابعين أسماء أمة الإسلام أحمد بن حنبل النعمان نعمان مالك ابن أنس الشافعي محمد بن إدريس المقصود إخواني بأن الإنسان يختار الأسماء التي فعلا لما يذكر الولد يقال والله هذا شبيه بفلان حتى هو تزرع فيه الثقة تجعله يتطلع الى العلياء تطلع يرفع راسه مثل ما يقولون البنت كذلك ما تجيب لي اسم بنت من الاسماء الرخوه اللي ليست عربيه وليست حتى لها معنى او تكون معنى قبيح والعياذ بالله تسمي فيها بنتك ممكن تصبح محل التندر عند زميلاتها في المدرسه او صويحباتها مثلا في العائله سميها اسم طيب اسم عائشه اسم فاطمه صفيه هاجر خديجه الله اكبر زينب ها هذه اسماء عظيمه وبعضهم يقول هذا اسم كلاسيكي ها قديم وخير واذا صار كلاسيكي قديم ما نسمي فيه مثلا اجمل شيء يوم الانسان ينزع الى تاريخه وينزع الى ماضيه الجميل هؤلاء انجم هؤلاء نجوم هؤلاء عمالقه هؤلاء نحن نتفيا الان الخير اللي نحن فيه فضل الله ثم لهذا النبي الكريم ثم لاصحابه من النساء والرجال الذين اسهموا اسهام كبير في في نشر هذا الخير، فلذلك يا اخواني حق حق للمولود على والده ان يسميه الاسم الطيب فانتقوا الاسماء الطيبه لاولادكم سواء كانوا ذكور ام اناث ودعوكم من هذا التقليد الأعمل الذي اصبح الان ساري بين الناس، والله بعض الناس انه يسمي بنته ولا يدري معنى الاسم هذا، يتفاجأ باسم نسال الله العافيه من الأسماء القبيحة أو تحمل معاني قبيحة عفوا تحمل معاني قبيحة وتحمل إشارات يعني قبيحة جدا بعض الناس سمي ابن اسم تقول فعلا ضاقت الأسماء يعني انتهت الآن قاموس الأسماء أغلق إلا هذا الاسم اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله الولد بعدين يحمل معه عقد نفسية ليش لأنه يعني الأولاد دائما حتى السلف الصالح ماذا كان قال كنوا أولادكم منذ الصغر حتى لا يلحقهم اللقب تعرفون الأولاد فيما بينهم يعني يتنابزون بالألقاب حتى تصير مثل ما يقولون العامية عندنا معيارة له وربما والعياذ بالله سببت له عقدة وأزمة نفسية ملازمة له طوال حياته وربما بعدين لما يكبر يبدون يغيرون اسمه والناس ما يعرفون الاسم القديم فهو الآن يصبح مثل الشات العائر ما تدري تلتفت هنا ولا هنا ما تدري آه ف ف هنا يضطرب لكن لما انت في البدايه تختار الاسم طيب انتهيت الحمد لله واديت الحق الذي عليك ايضا من حق الاولاد على والديهم ان يعتني الانسان بتربيتهم التربيه الدينيه التربيه الاخلاقيه السلوكيه التربيه الفكريه آه التربيه الاجتماعيه مهم جدا أن الوالد يعتني بها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين عفوا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع سبع سنوات هذه مرحلة أمر الأولاد بالصلاة طيب أنك, إنك تعود على الصلاة من سن الرابعة الخامسة يصلي معه، وفي الغالب الأولاد يقلدون الوالدين سواء ذكور أو إناث يشوفون إن الوالد إذا صلى صلى، وإذا الأم تشوف البنت أمها تصلي، لكن مرحلة لما يصل إلى سن السابعة خلاص تأمره، وسن العاشرة تضربه، الضرب غير المبرح بإجماع العلماء اللي يخوفه مثلا خلي فعلا يعني يصلي حتى يعلم ويعرف بأن الوضع ليس لعب هذا المعنى يعرف بأن ليش الوالد ضربني، ليش الوالد غضب علي، ليش الوالد تأزم لما شافني ما أصلي، حتى يرسخ في قلبه وفي نفسه أن المسألة ليست لعب مثل كبقية الأمور، لا وصلنا مرحلة الجد نحن على حافة الحمى العظيم ولذلك لما يتشبع بهذا الأمر خلاص يعتاد على الصلاة لأن كثير من الأولاد قد تجد عنده معاصي وتجد عنده مثلا كبائر وصغائر لكن الصلاة أبدا مرة الصلاة ما يمكن لو قطع بالسيوف لازم يصلي ويمكن يمارس بعض الكبائر ليش خلاص تعود منذ الصغر عوده والده وعرف بأن مسألة الصلاة مسألة ليست قابلة للقبول أو الرد وليست مسألة لعب له مسألة هذه جد مسألة جد فتجده وبعدين سبحان الله هذا الجنس من الاولاد اللي اعتاد على الصلاة بمثل هذا في النهاية يصلح حتى لو انحرف حتى لو صار عنده شذوذ وانحراف ومثلا مال عن الطريق يرجع سبحان الله العظيم تجره الصلاة وتجذبه جذبا هذه مهم مهمة الوالد ولذلك انت من فترة سبعة إلى عشرة أنت مسؤول أمام الله عز وجل وستسأل عن هذا الولد إلى فترة البلوغ يحاسبك ربك جل وعلا ان هذا الولد ما صلى انت المحاسب وانت المحاسبه بعد ما يبلغ يصبح معه حذاءه وسقاءه ويصبح خلاص رجل اخذ يشق طريقه وحياته فهو الذي يحاسب لكن هذا ما يعني بانك تهمله او تهملين انت ابنتك او ولدك مثلا في مساله الصلاه هذا مهم جدا ثم بعد ذلك مساله التربيه على حفظ القران على الاخلاق على القيم المبادئ حتى لو كانت يا أخواني عادات طيبة عندنا الشريعة ما ترفض هذا الشيء كثير من العادات تتناغم مع الشرع موجودة الآن الحياة وهذا عيب يقول هذا عيب هذا يتوافق مع الشريعة عيب البنت تفعل كذا أو تقول كذا عيب الولد يسوي كذا أيضا مسألة احترام الكبير عند فيه يعني بعض الأسر الآن إذا صار وليمة ولا شيء تجد الولد يقف يخدم الضيوف هذا وان كان عاده لكنه موجود عندنا في الشريعه يعني احيانا بعض الناس يقول لك لا شيل العادات كلها مو بصحيح اغلب العادات تتناغم مع شريعتنا اغلب العادات هي مجر هي قيم في الواقع قد تكون ماخوذه من شريعتنا لكن اخذت شكل معين ولذلك كرسوا هذه العادات الطيبه التي لا تتصادم مع الشرع لا تتصادم مع الشرع في نفوس الأولاد ولذلك رجل اشتكى إلى عمر ابنه يعني أخذ ابنه وراح إلى عمر الخطاب يشتكي وهذا يروى طبعا اه فيقول بأن عاقلي فقال عمر للولد لماذا قال يعني أسأله ما حق الوالد الولد على والده الولد يقول أسأله ما حق الولد على والده فقال حقه أو هو قال لعمر قال حقه أن يختار له أما طيبة وأن يختار له اسما طيبا وأن يعلمه القرآن فقال الولد يا أمير المؤمنين إن والدي ما اختار لي أما يعني صالح أو طيب اختار لي أما جارية أما وأيضا لم يسمني اسما طيبا وإنما سماني اسما قبيحا وذكر الاسم قال ولم يحفظنا القرآن فهنا غضب عمر على الرجل قال عققت ابنك صغيرا فعقك كبيرا انت بديت في العقوق انت اللي اخطات مع ولدك كيف تريد منه الان أن, ان ان يبرك وان كان هذه القصه طبعا من جهه الاسناد فيها كلام وايضا يعني هو ما يعني بان يعني عمر ما اراد ان الولد يقابل والده بالخطا لكن المقصود بان الولد لو حق على ابيه تعلمه القران تعلمه الحديث النبوي الشريف تعلم سيره النبي عليه الصلاه والسلام الان ولله الحمد الامور سهله الان كثير من الاباء يعني الله عز وجل يسر الأمور عليهم من خلال الآن توجد مدارس توجد مراكز مؤسسات حلقات في المساجد ترعاها جهات رسمية ترعاها الشؤون الإسلامية ترعاها مؤسسات في البلد عليها أساتذة ومشايخ وعلماء أنت ما عليك إلا أنك توصل ابنك فقط ليحفظ القرآن توصل ابنك فقط ليحفظ الحديث توصل ابنك فقط ليحفظ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلها إضافة له ترفع حصيلتها الشرعيه والعلميه والمعرفيه والثقافيه وتشكل درع امام كل سهام الشر التي يراد منها سلب الايمان من نفوس الاولاد ومن نفوس الناس جميعا او من قلوبهم المقصود بارك الله فيكم بان هذا حق للولد على ابيه حق له كامل ولا يعذر الاب امام الله عز وجل ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ما قال قوا أنفسكم وأهليكم بأداء الصلاة لا كل ما يوجب النار يجب عليك أن تقي نفسك منه تجعل بينك وبين النار الله وقاية تعلم الولد العبادات والطاعات حتى الصيام كان الصحابة يصومون أولادهم صغار حفظ القرآن حفظ الحديث حفظ السيرة تعلمه الصدق في القول يعني متى ما إن وجدته زل بخطيئه او بمعصيه تنتفض تظهر غضبك وزعلك وتبين بان هذا الامر غير مسموح فيه وهذا حرام ولا يجوز مهم جدا نحن لا نريد ان نستجيب لكثير من الدعوات اللي تقولون لا ما في شيء اسمه عيب وحرام وكذا هذه دعوات خطيره هذه دعوات خطيره هذه دعوات تريد ان تجرد الانسان من الاخلاق ومن الايمان ومن التقوى ويصبح انسان والعياذ بالله متهتك تهتك يضر المجتمع يضر الأمة والمقصود بأن الأب ضروري جدا أن يكون هناك تعبئة للولد من محبة الله محبة نبي عليه الصلاة والسلام محبة الإيمان محبة الصلاة محبة الصدق أيضا يعلم على بغض المعاصي وأن المعاصي هذه لا خير فيها ولذلك نهى الله عنها المعاصي والذنوب الزنا وشرب الخمر والفاحشة والكذب وغيرها من المعاصي والذنوب هذه لا خير فيها. واعظم دليل على لا خير فيها ان الله نهى عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها والله عز وجل يريد لنا الخير. الله عز وجل يريد لنا الخير. و... وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا الخير ويكره لنا الشر، يكره الله عز وجل لنا السوء والشر. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل يحب لنا التوبه، يحب لنا الخير. يريد لنا الخير ودلنا عليه وارشدنا اليه وهذه دائما سبحان الله الولد سبحان الله اكثر الاولاد استقرار نفسي وايضا قوه شخصيه الولد الذي دائما يستظل بظلال الطاعات سبحان الله ظلال الطاعات تجد عنده شجاعه وقوه قلبيه وروحيه عجيبه جدا ما تجد عنده اضطراب نفسي تجد دائما واثق من نفسه و, و ويمشي مثل ما يقولون في الطريق السليم بخلاف الولد اللي يعيش بيئة موبوءة مريضة بالمعاصي والذنوب يستظل ظلال الخطيئة والعياذ بالله تجد عنده ازدواجية تجد عنده اضطراب تجد عنده خوف تجد عنده ترقب دائما تجد عنده يعني تردد في اتخاذ القرار وكذا لماذا؟ لأنه كما قال جل وعلا عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاعذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون هذه الشخصية المزدوجة هذه الشخصية اللي مضطربة اللي, اللي يعني في صراع مع نفسه لأنه عاش بيئة موبوءة مريضة بيئة, بيئة يعني مدنسة بخلاف الولد اللي مستظل بظلال الإيمان هذا مهم جدا ولذلك تجد هؤلاء الأولاد سبحان الله دائما نوابغ دائما عندهم من التطلع والامل كبير جدا بخلاف الجنس الثاني وهو الجنس من الاولاد اللي اللي ما عاشوا مثل هذه المناخات الايمانيه والروحانيه الحديث كما يقولون ذو شجون الجعبه ملاه ومعكم ما يمل ايضا لكن حسبي انني ما ذكرت من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الامثله والنماذج ايضا لكن الحديث لو تتم وتبعه إن شاء الله في الحلقات القادمة ضمن سلسلة الحقوق هذه والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها انتهى وقت البرنامج موعدي معكم غدا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته